إنه يوم الأحد عيد القيامة المجيد حيث استيقظ الأب والأم والابتسامة تملأ وجههما ونظر إلى صغيرتهم التي ولدت من عدة شهور وقال الأب اليوم يوم عيد القيامة وده أول عيد لابنتنا اللي هتحضر في الكنيسة وخرجت الأم الفستان الجميل التي قد اشترته لكي تلبسه لابنتها الصغيرة وخرجوا معا وذهبوا إلى الكنيسة لكي ما يحتفلوا كأسرة بعيد القيام المجيد الناس كلها فرحانة والفرحانة وتملأ الكنيسة فوق وتحت والكل بيظهر بأجمل مظهر والابتسامة تملأ الوجوه وفجأة دخل شخص يحمل شنطة كبيرة على ظهره، جاء لا لكي يعيد بل لكي يدمر ويقتل ويهلك، شخص مليء بالأفكار الشريرة، شخص حركه الشيطان لكي يقتل ويسبح ويهلك، في مقابل إنه يروح مكان ويمارس الجنس والفحشاء بكل حرية. شخص يريد أن يلطخ ويحرم الاباء والامهات من اولادهم ويحرم الزوجه من زوجها والزوج من زوجته مات كثيرون في حادث بشع ثلاث كنايس تم فيهم انفجارات كبيره في سريلانكا يوم عيد الميلاد مات كثيرون تناشرت الجثث في كل مكان والاشلاء في كل مكان حتى الدم ملا الحيطان أكثر من 310 شخص ماتوا بسبب هذه الأعمال الإرهابية من يقف وراء هذه العمليات الإرهابية؟ وأي تعليم هذه التي تبيح القتل والذبح مقابل الجنس والفحشاء؟ إنها تعليم ابتليت بها البشرية من أكثر من 1400 سنة تعليم تقتل وتكفر غير المسلم وتبيح قتله وسبيه وذبحه لماذا لا يقوم البوذي بتفجير غير البوذيين ولماذا لا يقوم الهندوسي بتفجير غير الهندوسيين ولماذا لا يقوم اليهودي بتفجير غير اليهود لماذا تعتبر تسعة من عشرة من العمليات الإرهابية التي تجتاح العالم فاعلها مسلمين ببساطة لأن النص القرآني والأحاديث النبوية تحرض على ذلك تحرض على القتل تحرض على الذبح تحرك على السبي تحرك كل هذه الأمور تحرض عليها وتحرض على فعل هذه الأمور البشعة قلوبنا تحزن من أجل الذين قتلوا ومن اجل الاسر التي حرمت سواء من فرد او اثنين او ثلاثه ماتوا في هذه الاحداث البشعه التي تمت في سريلانكا يوم الاحد الماضي نصلي لاجل المسيحيين الشعب المسيحي السريلانكي نصلي ان يعز الرب كل اسره فقدت فرد او اثنين من افراد اسرتها ونصلي ايضا ان يكمل الرب شفاء المصابين ونصلي لاجل الاخوة المسلمين حتى يفتقدهم الرب وينقذهم من هذا الفكر الشيطاني الذي يطلب ويذبح ويهلك كل من يختلف معهم. وانا من هنا بوجه رسالة لكل اخ واخت مسلمة بيسمعونا في قناة الحياة. اهرب لحياتك من هذه التعاليم التي ليس لها علاقه بشخص الله اهرب لحياتك ابحث عن الحق دور على الحق اطلب من رب ان يهديك ويرشدك الى الحق الحقيقي مش ممكن ابدا يكون هذا الفكر فكر الهي مش ممكن ابدا ان يكون فكر القتل والذبح والهلاك والسبي والجنس في الجنه هو فكر الهي هذه كلها افكار شيطانيه قدمها الشيطان في صوره دينيه لكي ما يضل العالم بهذه التعاليم وشتان بين هذه التعاليم وبين تعليم رب المجد يسوع المسيح هذه التعليم التي تحرض على القتل والذبح بينما المسيح ونحن نحتفل بأسبوع الألام ونحتفل أيضا بالقيامة المجيدة نحتفل بمن وضع نفسه من أجلنا أحبنا إلى هذه الدرجة أحبنا إلى الدرجة التي فيها بذل نفسه من أجل خلاصنا ومن أجل فدائنا وأصلي أن الرب يفتح قلوبكم وبصائركم لتعرفوا شخص المسيح الذي يحرر من كل كراهيه وبغضه ويعطي حياه بل افضل حياه. موضوع حلقه النهارده هو موضوع مرتبط بالمناسبه التي نحتفل بها هذه الايام سواء الكنيسه الغربيه او الكنيسه الشرقيه وهي احتفال بقيامة شخص الرب يسوع المسيح لماذا اؤمن بان المسيح قد قام لكن قبل ما اتكلم عن هذا الموضوع حابب اوري لحضراتكم فيديو لاسره كل ما فعلته في هذا اليوم انها راحه الكنيسه علشان تحتفل بعيد القيامه لكن عندما حدث الانفجار

somebody, not even my daughter, said the wife, body so many people to flow. daughter, she music, especially for dance. And she created her own songs. الموسيقى كمان ترانيم. Who No one accept. ما فيش حد هو بيختم بيقول ما فيش حد أبدا يقبل هذا الواضح وما فيش حد أبدا يقتنع بهذه التعليم لكن إبليس شاطر أنه يقنع البعض بهذه التعليم فيدمره ويقتله ويذبحه باسم الدين وباسم الله مقابل إيه؟ مقابل ممارسة الجنس مقابل حريات مقابل حياة بلا آآ يعني حدود في ممارسة الفحشاء مقابل خمرة وحريات كل هذا أي إله هذا الذي يقبل أن يقتل إنسان أو يكافئ إنسان قاتل بهذا الشكل نرجع لموضوعنا وهو لماذا أؤمن بأن المسيح قد قام لي لي أنا وغيري بنؤمن بأن المسيح قد قام لأكثر من اثنين بليون شخص مسيحي يعيشون على هذه الأرض يؤمنون بأن المسيح قد قام وليه أهمية الإيمان بقيامة المسيح لي هذا الإيمان بأن يسوع المسيح مات وقام الرسول بولس حطها بطريقه جميله جدا وقال لنا ليه هو ايضا بيؤمن بان المسيح قد قام وايه مخاطر عدم الايمان بقيامه المسيح فقال لنا في كورنثوس الاولى 15 هذه الكلمات وان لم يكن المسيح قد قام اول حاجه فباطله كرازتنا ثاني حاجة باطل إيماننا ثالث حاجة نوجد نحن شهود زور لله لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه إن كان الموت لا يقومون لأنه إن كان الموت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام وإن لم يكن المسيح قد قام بيرجع تاني النفس الحية فباطل إيمانكم انتم بعد في خطاياكم إذن الذين ركضوا في المسيح ايضا هلكوا ان كان لنا في هذه الحياه فقط رجاء في المسيح فاننا اشقى جميع الناس ده اللي حطه الرسول بولس انه لو لم نؤمن ان المسيح ان لم يكن المسيح قد قام من بين الاموات فباطل كرازتنا وباطل ايماننا وايضا الذين رقدوا هلكوا وايضا نحن نعيش هنا كاي ناس اخرين ناكل ونشرب لاننا غدا نموت ولا نؤمن بقيامه الاموات ونظل في خطايانا. لكن هيجي السؤال الاخر كيف نعرف ان كان المسيح قد قام ولا لا؟ ازاي نعرف ونتاكد من ان المسيح قد قام؟ هل قيامه المسيح هي مجرد ايمان؟ حقيقه ايمانيه؟ هي حقيقه ايمانيه لكن ايضا قيامه المسيح هي حقيقه تاريخيه ليست فقط حقيقه ايمانيه لكنها حقيقه مبنيه على حدث تاريخي فعلي ان المسيح قام بالجسد من بين الاموات وليست قيامة المسيح أنها قيامة روحية وليست قيامة المسيح أن الروح قام والجسد مازال في التراب لكن قيامة المسيح هي قيامة جسدية المسيح نفسه شهد قبل صلبه وقبل موته على قيامته تنبأ على قيامته هو عارف انه جاي لكي يموت كويس وفي نفس الوقت سيقوم ايضا في اليوم الثالث عشان كده يقول هذه الكلمات انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم في اليوم ايه؟ الثالث يقوم كمان يقول الرب يسوع في متى 17 ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم يبقى الرب هنا بيأكد على هذه الحقيقه المهمه جدا وهي انه هيموت وهيقوم وهيقوم وقيامته هتكون في اليوم الثالث كمان شاهد يقول ايضا الرب يسوع لتلاميذه: ها نحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنه والكتبه فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه الى الامم لكي يهزأوا به ويجلدونه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم متى 20 وهو أيضا في يوحنا عشرة تحدث عن حياته وعن موته فقال لي سلطان أن أضعها بمعنى أنه يموت ولي سلطان أن أخذها أيضا بيتكلم عن نفسه لي سلطان أو ذاته لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها شاهد آخر وهو في الطريق إلى الصليب قال لتلاميذه ولكن بعد قيامي بعد قيامي اللي اتكلم عنه قبل كده بعد ثلاث ايام وبعد قيامي اسبقكم الى الجليل. المسيح تنبأ وتحدث مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته عن صلبه وعن قيامته. وعن أن صلبه مرتبط أو قيمته مرتبط بصلبه وبموته في حقيقتين في كلام المسيح أول حقيقة صدق المسيح نعلم جيدا أن المسيح كان صادق في كل ما قاله في كل ما قاله يسوع المسيح كان صادقا لم يكذب لم يقل شيئا لم يتم كان صادق في القول وفي الفعل حياته كلها بتشهد محدش قدر يبكته على خطية لم تخرج كلمة ردية من فمه كل ما حياته عاشها حياة قداسة وبر فعش كده صدق المسيح اللي بيأكد لنا صدق المسيح هو أن كل أمر قاله يسوع المسيح اتحقق و وفي امور قالها الرب يسوع هتتحقق في المستقبل لكن ده مبني على صدق الرب يسوع الحاجه الثانيه الحقيقه الثانيه اقتران النبوات عن القيامه تنبؤه عن قيامته بصليبه لما نقرا عن قيامه المسيح وعن كلام الرب يسوع عن قيامته في كل المرات اللي اتكلم فيها عن قيامته اتكلم فيها عن صلبه، قبل ما يتكلم عن القيامه كان بيتكلم عن الصلب. فيقول انه ابن الانسان ينبغي ان يسلم، ابن الانسان ينبغي ان يقتل، ابن الانسان ينبغي ان يحكم عليه. كويس وبعدين يقولوا في اليوم الثالث يقوم فالقيامه ارتبطت بالصليب ولاجل هذا القيامه والصليب هما وجهان لحقيقه واحده وهي ان المسيح قد جاء لكيما يخلص الانسان من خطاياه، مات من اجل خطايانا وقام من اجل تبريرنا. المسيحيه لا تنتهي عند القبر. المسيحيه لا تنتهي بدفن الرب يسوع وبوضع جسده في القبر لكن المسيحيه تكتمل بالقيامه قيامه المسيح نحن لا نعبد الها او شخصا توارى في التراب وقبره عندنا والناس بتروح تزور قبره ويعني تضع زهور على قبره نحن نزور قبر فارغ المسيح قد قام من بين الاموات. لكن قيامه المسيح ارتبطت باربع امور مهمين جدا، باربع حقائق. في كل المناقشات اللي فيها بنتناقش عن قيامه المسيح. هذه الاربع حقائق تعتبر اربع حقائق بتبنى عليهم حقيقه قيامه المسيح التاريخيه. اول حقيقه حقيقه موته ودفنه. المسيح فعلا مات والمسيح فعلا دفن واكلم عن الحقيقه دي بالتفصيل الحقيقه الثانيه انه في قبر فارغ قبر اتحط فيه جسد المسيح لكن الجسد غير موجود وجد هذا القبر الفارغ والمريمات عندما وجدنا ان جسد يسوع ليس موجود في القبر والملاك بشرهم بقيامه المسيح راحوا الى التلاميذ وخبروهم عن قيامه المسيح. الحقيقه الثالثه ان الرب يسوع ظهر لكثيرين لاكثر من 511 شخص ظهر لهم الرب يسوع. ظهر لهم كافراد وظهر لهم كجماعه. ظهر للتلاميذ وظهر لأفراد من التلاميذ وظهر أيضا لأكثر من خمسمائة أخ بيقول الرسول بولس أكثرهم باق إلى الآن فالمسيح ظهوراته خلال الفترة ما بين قيامته ما بين صعوده ظهر لكثيرين جدا وبعد أيضا صعوده ظهر لكثيرين وكان منهم الرسول بولس الحقيقة الرابعة حياة التلاميذ ايه سر تحول التلاميذ؟ ايه سر التحول الرهيب اللي حصل في حياه التلاميذ؟ ومن الذي اعطاهم هذه القوه والجراءه والشجاعه والجساره لكي يقفوا وينادوا بان المسيح يسوع صلب وقام في اليوم الثالث كما قال. الاربع حقائق دول مرتبطين بقيامه المسيح. طبعا ممكن اسال شخص واقول له ازاي تعرف ان المسيح قد قام ممكن يقول لي انه انا مسيحي اختبرت الرب يسوع في حياتي واعلم جيدا لان المسيح حي فيا وده يعني رد جميل ورائع لكن للاسف نحن نعيش في مجتمع اسلامي يحاول ان ينكر صلب المسيح ويحاول ايضا ان ينكر قيامه المسيح لانه اذا نجح في انكاره لصلب المسيح يكون ايضا نجح في انكاره لقيامه المسيح وايضا كثيرون من المتشككين الذين يمتلئ بهم الان عالمنا العربي يشككون في قيامه المسيح ولاجل هذا نحتاج الى نوع من العمق شويه واحنا بنتكلم عن قيامه المسيح ونقدم الادله أو البراهين التي تدل على أن المسيح قام حقا من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب في خمس نظريات متعلقة بقيامة يسوع المسيح خمس نظريات في الأول هبدأ بالحقيقة الأولى اللي هي من يؤمن بأن المسيح قد مات كويس يعني كل الذين يؤمنوا بأن المسيح قد مات أول حاجة بنجدها هنا الحقيقة الأولى أو النظرية الأولى المسيحية أو الإيمان المسيحي يؤمن أن المسيح أيضا قد قام هو مات وقام ودي ده الإيمان المسيح ده لب الإيمان المسيحي أن المسيح مات وأن المسيح قام وعلى أساس هاتين القاعدتين يبنى الإيمان المسيحي كله. لكن في البعض بيؤمن أن المسيح مات لكنه لم يقم من بين الأموات. كويس؟ ولما بيعملوا كده لما بيقولوا كده ان المسيح مات لكنه لم يقم من بين الاموات فبيقولوا طيب يبقى اكيد سبب من الاسباب ان التلاميذ خدعوا البعض بيؤمن بنظرية خداع التلاميذ إن التلاميذ يا إما جالهم هلوسة يا إما من كتر الضغط النفسي تخيلوا أن يسوع الذي يحبونه قد قام من بين الأموات أو زي ما إحنا بنقول بالعربي فاقد الشيء أو الجعان برغيف الخبز أو الجعان يحلم برغيف الخبز فهم من كتر محبتهم أو برغيف العيش من كتر محبتهم للمسيح بدأ يتخيل لهم أن المسيح قام من بين الأموات وعاشوا في خدع كويس البعض الاخر دي نظريه ثانيه بنسميها نظريه الهلوسه بنجاملها نظريه الهلوسه البعض الاخر بيؤمن ان التلاميذ صنعوا اسطوره يعني زي ما البعض بينادي من المتشككين ان الايمان المسيحي عندما خرج من اليهوديه وذهب الى العالم اليوناني والروماني والامم المحيطه باليهوديه تاثر بهم. واقتنع بفكرة الأساطير فتبنى الإيمان المسيح أسطورة قيامة المسيح كويس ونسب القيامة إلى المسيح لجاي ما يجعل من المسيح أسطورة كويس و عن الموضوع ده في حلقة كاملة سابقة أن قيامة المسيح ليست أسطورة لكن البعض المدرسة الرابعة اللي بتؤمن أن المسيح مات لكن بتؤمن أيضا أن التلاميذ كانوا مخادعين التلاميذ جالهم فكره كده شريره كويس انه احنا نروح ونسرق جسد المسيح ونخبيه في حته ونقول ان المسيح قام من بين الاموات فنخدع الاخر الفكرة النظريه الثانيه انهم انخدعوا لما يعني بفكره لكن هنا بقى التلاميذ في النظريه الرابعه هم اصحاب المؤامره الكبرى أصحاب المؤامرة الكبرى أن التلاميذ هم أصحاب الفكرة خدعوا الناس قالوا أن المسيح قد قام وهم اللي سرقوا الجسد وخبوه في مكان وقالوا أن المسيح قد قام لكن دول أربع نظريات متعلقين بموت المسيح اللي يؤمن أن المسيح مات فالبعض بيؤمن أن المسيح قام وبعض بيؤمن أن المسيح لم يقم لكن من لا يؤمن بأن المسيح قد بات ودول عندي اثنين أنا ممكن أحط هنا الإسلام كمان كويس الذي يؤمن أن المسيح لم يمت هو شبه له كويس لكن في نظرية أخرى مرتبطة بقيامة المسيح أن المسيح فعلا لم يمت المسيح أغمي عليه من كتر نزيف الدم اللي حصل والإرهاق الجسدي دخل في حالة من الغيبوبة فظن البعض أو ظن الناس أنه هو مات فلفوه بالكتان وحطوه في القبر ولما حطوا جسده في القبر القبر طبعا درجة الحرارة فيه شوية يعني كولد ورطبة فبدأ يسترد صحته و وعافيته وقام وخلع الملابس الكتان اللي كان عليه والمنديل اللي كان على راسه وجات له قوه عظيمه جدا لدرجه انه يحرك حجر رهيب وزنه حوالي 12 طن ويحركه ويطلع والجنود الرومان اللي كانوا موجودين يتخضوا ويخافوا ويروح لتلاميذه والى اخر هذه الامور. كويس. دول النظريات المتعلقة بقيامة المسيح اللي النهاردة بنجدهم سواء بيدعيهم البعض من المتشككين أو الرافضين لقيامة المسيح أول حاجة أول حقيقة بنجدها في الكتاب المقدس هي أن المسيح مات موتا حقيقيا موت المسيح كان موت حقيقي وليس, وليس إغماء حقيقة موت المسيح لا يمكن أبدا إنكار أن المسيح قد مات حتى أغلب المتشككين أغلب المتشككين الذين يشكون في قيامة المسيح أغلب النقاد بل خلينا أقول أنه تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من نقاد الكتاب المقدس الذين لا يؤمنون بقيامة المسيح يؤمنون بموت المسيح فموت المسيح حقيقة مؤكدة تاريخية برهن عليها الكتاب المقدس وبرهنت عليها أيضا الوثائق الأخرى الغير كتابية سواء اليهودية أو الرومانية القديمة. بنجد يوسيفوس بيتكلم عنها. بنجد التلمود اليهودي بيتكلم عنها. بنجد أيضا تستوس بيتكلم عنها. بنجد مؤرخين سيليانوس بيتكلم عنها بنجد بارمار بيتكلم عنها بنجد اكثر من مؤرخ روماني ومؤرخ يهودي اتكلم عن حقيقه موت المسيح. حقيقه موت المسيح ان المسيح فعلا قد مات. كويس؟ فحقيقة موت المسيح لا يوجد أحد من الذين كانوا معاصرين للرب يسوع ولا الذين عاشوا في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع الميلادي إنه أنكروا موت المسيح. ما فيش حد. أول حاجة بنجدها عندنا لإنكار موت المسيح كانت مع ظهور الإسلام. الغنوسية ما كانتش بتنكر الموت لكن كانت بتنكر التجسد الكامل وده فرق كبير كويس لكن لكن إنكار موت المسيح بدأ مع ظهور الإسلام في القرن السادس الميلادي وفي القرن ال 18 و19 لرفض حقيقة القيامة آآ آآ بعض المتشككين فكروا في نظرية الإغماء أن يسوع أغمي عليه لكن حقيقة موت المسيح مؤكدة المسيح مات وقام المسيح مات بحسب الكتب ففي مصادر زي ما قلت مبكرة جدا بتسجل لنا صلب وقيامة المسيح إيه أول مصدر عندنا بيسجل لنا موت وقيامة المسيح هتقولوا الأناجيل لا مش الأناجيل أول ترنيمة غالبية مفسرين الكتاب المقدس بيقولنا إنه أول قانون إيمان نشأ بعد صعود المسيح مباشرة والبعض بيحطه بعد صعود المسيح بعدة شهور حتى من نقاد الكتاب المقدس، حتى من المفسرين الغير محافظين بيقولنا انه اول قانون ايمان كانت تردده الكنيسه الاولى هو ما سجله لنا الرسول بولس في كورنثس الاولى وفي اصحاح 15 هذا النص بيقول ايه بيقول الرسول بولس فيه: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا لغة التسليم والتسلم أنا سلمت ما تسلمت طيب اللغة دي بنسميها ربنك لتريتشرز او لغه بي دايما بنجدها في كتابات معلم اليهود اللي هو بيسلم الحق للتلميذ والتلميذ يصير معلم والمعلم هذا المعلم يسلم ايضا هذا الحق لتلميذ اخر وبكده بينتقل من جيل الى جيل فكلمه سلمت إليكم وتسلمت أو أنا قبلت دي لغة بيستخدمها معلم اليهود باستمرار في نقل الحق من شخص إلى شخص من المعلم للتلميذ فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلت أنا أيضا إيه بقى أول قانون إيمان ده أول قانون إيمان حفظته الكنيسة كويس ورددته الكنيسة قانون الايمان بيقول ايه ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وانه ظهر ده القانون الايمان ده ملخص ايمان الكنيسه ده الانجيل ده اللي استلموا استلموا بولس الرسول من الكنيسه الاولى كويس بولس كتب رسالة كورنثوس الأولى غالبا سنة 54 55 ميلادية كويس لكن بولس قابل قادة الكنيسة الأولى بطرس ويوحنا ويعقوب كويس في سنة حوالي 35 ميلادية أو 36 ميلادية يعني بولس تسلم هذا الايمان بعد موت المسيح وقيامته بحوالي يمكن سنتين. وعشان كده بنقول انه اول دليل والدليل الاول اللي موجود على قيامه المسيح كويس هو قانون ايمان الكنيسه الذي تسلمه بولس. والذي بدوره سلمه للمؤمنين في كورنثوس هذا هو الانجيل ان المسيح مات بحسب الكتب وبرهان موته انه دفن. والمسيح قام بحسب الكتب وبرهان قيامته انه ظهر. ده جزء مهم جدا اول اقرار ايمان للكنيسه بعد صعود المسيح ب وقت قصير جدا جدا لا يتعدى سنتين طيب في مداخلة نأخذ الأخ زكريا من المغرب ونرجع نكمل ألو سلام, ألو. سلام ونعمة سلام ونعمة أخ زكريا المسيح قام الله يحفظك في الحقيقة قام سلام ونعمة الدكتور أشرف عزمي وشكرك على برنامج عبر الفيديو أكاديمية الذي أشكرك يا أخ زكريا تدريسه في كل وبثه في أقل جامعات العالميه مباشرة أه، أخ زكريا عندك في عندك تعليق عندك تعليق على موضوع حلقة اليوم قيامة المسيح أه، أيوه وأريد أيوة، قبل الخوض في موضوع أخطاء رسالة للأمازيغ يعني بهذه المناسبة يعني خلي خلي الرساله دي بتاعه الامازيغ دي شويه بس احنا من عشان ما نطلعش بره الموضوع لو في عند حضرتك أيوة سؤال او تعليق بخصوص قيامه المسيح يبقى شيء كويس ايوه الجواب تعتبر قيامه الرب يسوع المسيح مهمه لعده اسباب اولا لانها تسعد عن قوه الله العظيمه فالايمان بالقيامه يعني الايمان بالله فان كان الله موجودا وقد خلق الكون وله السلطان عليه سيكون له سلطان على اقامه شكرا يا و... اخي زكريا شكرا كل سنه وحضرتك طيب شاكرين على مداخلتك نرجع مره ثانيه ونكمل مع بعض الحقيقه الاولى اللي احنا اتكلمنا عنها حقيقه موت المسيح لا يمكن ابدا لاي عاقل لأي عاقل يرى البراهين الكتابية وأيضا البراهين الغير كتابية في كتابات اليهود وفي الكتابات الرومانية وينكر موت المسيح وينكر موت المسيح وعشان كده أنا بقول أن الإخوة المسلمين فعلا في ورطة كبيرة جدا ورطة مش ممكن أبدا هيخرجوا منها لانه ده بياكد ان النص القراني نص غير حقيقي، نص محرف. نص بيتعارض مع حقيقه تاريخيه برهنها الكتاب المقدس وبرهن عليها ايضا اعداء الكتاب المقدس. ومش احنا اللي مطالبين بان احنا نقدم البراهين على صلب المسيح، ده انتم اللي في ازمه كبيره ان تقدموا البراهين على عدم صلب المسيح. وانا بستغرب لما كنت بجيب بعض الفيديوهات لمنقذ السقار ولغيرهم انه بيحاول يجد في الكتاب المقدس ما يثبت ان المسيح لم يصلب يعني مش لاقي حاجه بره فبيروح للكتاب المقدس عشان ايه اه يجد فيشوف في بعض المزامير اللي بتكلم عن انقاذ الله للمسيح الى اخره ويجيبها مقتبسه واخدها من قرينتها ولا يرى الصوره بالكامل علشان يقدر يثبت ان المسيح لم يصل انا بقول لكم هاتوا دليل واحد تاريخي روماني او يهودي قبل ظهور الاسلام انكر موت المسيح وصلبه ما فيش وعشان كده انتم في ورطة كبيرة جدا اقدر اقول من على هذا المنبر انه ما تدعونه هو تحريف لحقيقة تاريخية قد اعلنت وضوح الشمس ولا احد يمكن ابدا ان ينكرها هي ان المسيح صلب ومات اي الحقيقة اخرى متعلقه بالقيامه وهي حقيقه القبر الفارغ. حقيقه القبر الفارغ حقيقه مهمه جدا جدا. ليه؟ لانه القبر فعلا وجد فارغا. حتى اليهود اعترفوا بكده ان القبر فارغ وعشان كده فكروا في في فكره انه إنه إحنا نقول أن التلاميذ هم الذين سرقوا الجسد ليلا بس حتى اتهمهم للتلاميذ بأنهم سرقوا الجسد ليلا هو اعتراف ضمني بأن القبر كان فارغا القبر فارغ حدش بيحط جسد ميت في قبر ويجي بعد يومين ثلاثة يلاقي القبر بتاعه فارغ وياتي السؤال: اين جسد المسيح؟ اين جسد المسيح؟ في حقيقه معروفه بنسميها جيروسليم فاكتور، بمعنى بما هي متعلقه ب او حقيقه اورشليم، متعلقه بمكان قبر يسوع المسيح. مكان قبر يسوع المسيح معروف للكل. معروف، معروف لليهود لأن يوسف الرامي كان واحد من القادة الكبار، معروف أيضاً للشعب لأنه يوسف الرامي كان رجل غني وكان معروف ومشهور للكل، معروف أيضاً للرومان لأنه هم اللي اللي أتمموا كل شيء وأنزلوا جسد المسيح من على الصليب إلى آخره، وهم اللي وضعوا أيضاً الحجر على القبر وهم اللي ختموه ف قبر يوسف الرامي معروف لا يمكن أبدا أحد أنه يخطئ في الوصول إلى قبر يوسف الرامي وعش كده فكرة أن المريمات يعيني بسبب البكاء الشديد وبسبب الحزن وبسبب أيضا الظلام في الفجر لما راحوا غلطوا في القبر وبدل ما يروحوا قبر اللي, اللي وضع فيه جسد المسيح راحوا إلى قبر آخر كان مفتوح فكره يعني عيل صغير ما يقدرش يصدقها لانها خاليه من اي منطق ومعروف انه عند قبر المسيح كان في الجنود الرومان ومعروف انه عند قبر المسيح كان هناك الحجر الموضوع على على باب القبر ومعروف ايضا اين هو قبر يوسف الرامي وكان ممكن بسهوله جدا انه حد من وضعوا جسد يسوع او من قاده الرومان او من اليهود يقول لهم انتوا غلطتوا احنا هنوريكم فين جسد المسيح وياخدوهم القبر الصح لكن ده ما حصلش ده ما حصلش أول من بشر بالقيامة هم أيضا النساء ودي دي حاجة مهمة جدا ليه لأنه دي عكس كل الثقافة اليهودية القديمة التي كانت لا تقبل حتى بشهادة النساء وده بيقول لي انه دي ليست خدعه وليست من اختراع التلاميذ، لانه لو التلاميذ اخترعوها كان التلاميذ مش ممكن ابدا يفكروا انه اول من يبشر بالقيامه هم النساء. حقيقه ان القبر كان فارغا حقيقه لا يمكن ابدا انكارها، لكن السؤال المهم هو لماذا كان قبر يسوع فارغا؟ وأين جسد المسيح؟ ده السؤال مهم فين الجسد؟ فين الجسد الذي وضع في هذا القبر؟ هناك تفسيرات مختلفة لكون قبر يسوع كان فارغا وحتى التفسيرات دي على الفكرة المختلفة بتؤكد حقيقة أن القبر كان فارغا من ضمن هذه التفسيرات، أول تفسير هو أن التلاميذ سرقوا جسد يسوع ليلاً. التلاميذ جم بالليل كده ودي الفكرة دي أساساً هي فكرة قادة اليهود، كويس؟ لأنهم تذكروا أن المسيح قد قال قبل موته أنه في اليوم الثالث يقوم، ولما نرجع إلى لما نرجع إلى إنجيل متى وفي اصحاح 27 بنجد هذا الكلام وفي الغد يعني ثاني يوم بعد لما دفنوا الرب يسوع في الغد بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنه والفريسيون الى بيلاطس كويس قائلين يا سيد قد تذكرنا ان ذلك المضل قال وهو حي اني بعد ثلاثه ايام اقوم يبقى الرب يسوع فعلا تنبأ أكثر من مرة ومعلمين اليهود كلهم عارفين أنه اتكلم عن قيامته حتى لما تكلم عن الهيكل وظنوا يتحدث عن الهيكل كان يتحدث عن جسده عن موته وعن قيامته فراحوا إلى بيلاطس فمر فمر سوري فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث يبقى هم راحوا في اليوم الثاني يبقى اليوم الأولاني اللي وضع في المسيح لم يكن هناك حراس ولم يكن هناك أيضا شيء فمر بضبط القبر اليوم الثالث لألا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام من الأموات فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى فقال لهم بيلاطس عندكم حراس اذهبوا واضبطوا كما تعلمون فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر كويس طبعا ال 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 الأمر ده هو من اختراع اليهود زي ما قلت اليهود هم الذين نادوا بهذا الأمر وقالوا أن التلاميذ هم الذين أتوا ليلا وسرقوا جسد المسيح لكن خلينا نقول بعض الحقائق أول حاجة الأيام دي كانت أيام عيد. وفي أيام العيد المدينة كلها مكتظة بالناس ليلاً ونهاراً، وأيام أيضاً 14 نيسان اللي هو بيبقى فيه القمر كامل والناس بتسهر في الأيام الأعياد، فمش ممكن أبداً جماعة التلاميذ ييجوا كده وسط الناس ويروحوا ياخدوا جسد المسيح ويخبوه في حتة. كويس؟ وحاجة تانية التلاميذ نفسهم كانوا هربانين التلاميذ لم يستطيعوا أيضا أن يكونوا عند الصليب ولا عند محاكمة يسوع تركوا الكل وهربوا في عدا يوحنا الحبيب جماعة خائفة مضطربة منزعجة إزاي هتقدر إنها يعني تقاوم الحراس اللي كانوا محطوطين وإزاي هتقدر إنها تاخد هذا الجسد وأي فكر هذا ده هم أساسا التلاميذ اساسا ما كانوش مؤمنين مع انه المسيح اتكلم عن القيامه، لكن التلاميذ ما كانوش مصدقين ان المسيح هيقوم. لدرجه انه لما المسيح ظهر لهم ظنوه خيالا وخافوا واضطربوا وانزعجوا. هتقول لي ممكن يرشوا الحراس ويدوا لهم فلوس. اي حارس هيضحي بحياته في سبيل فلوس. طب ما الحراس دول ممكن واحد فيهم بعد فتره كان افشى السر. أول لما بدأوا ينادوا في أورشليم وفي غير أورشليم بأن المسيح قد قام من بين الأموات وبدأت الجموع تؤمن بالمسيح كانوا على طول ممكن يفشوا هذا السر ويقولوا لا لا ده أنتم كذابين. التلاميذ ليس عندهم لا شخصيتهم ولا إمكانياتهم ولا تفكيرهم ولا أيضا صفاتهم وشخصياتهم يبقى وراء هذه الفكرة أنه ممكن يروح يسرقوا جسد المسيح فمنطقيا هذه الفكرة فكرة فشلة حاجة ثانية اليهود هم اللي سرقوا الجسد لا لا مش التلاميذ هم اللي سرقوا ده اليهود هم اللي سرقوا الجسد طب اليهود هيسرقوا الجسد ليه ده من مصلحة اليهود انه جسد المسيح يظل في القبر خلصنا منه خلصنا منه ده من مصلحتهم ده من مصلحتهم انه يظل جسد المسيح في القبر مالهمش اي مصلحه في ان المسيح يقوم ليه؟ لانه بمجرد ان المسيح قام وبدا المناداه بموت المسيح وقيامته والناس بدات تترك اليهوديه وتؤمن بالرب يسوع المسيح الحي المقام من بين الاموات ومن هنا بدات المشاكل مع اليهود ما لهمش اي مصلحه مصلحتهم كلها في ان يكون المسيح في القبر بالجسد ميت ومدفون وبعدين ده اليهود هم اللي حكموا عليه بالموت فزي اليهود اللي حكموا عليه بالموت هم نفسهم اللي يمجدوه من خلال الاعلان انه قام ولم يموت قام من بين الاموات فايضا هذه الفكره فكره غير حقيقيه فكرة أخرى بقى بينادي بيها البعض ده لا 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 ده الرومان هم اللي عملوا كده الرومان هم اللي سرقوا جسد المسيح ليه؟ وقالوا ان المسيح قد قام. علشان الرومان يخمدوا اليهود شويه. اليهود كانوا مش حابين وجود الرومان في اليهودية وكانوا بيقوموا ببعض الثورات والانتفاضات ضد الحاكم الروماني وضد الجيش الروماني وكان هناك دايما تنشن ما بين اليهود وما بين الرومان. فعلشان الرومان يجعلوا اليهود يتلهوا في حاجة كويس فالرومان فكروا انه ناخد جسد المسيح نخفيه كويس ونقول ان المسيح قام فيتلهوا شويه في قيامه المسيح ويبدا اليهود آه يركزوا شويه في المصيبه اللي هم فيها وهي ان المسيح قد قام ويبدا الشد بينهم وبين جماعه المؤمنين اليهود بالمسيح يسوع. طبعا ليس للرومان أي مصلحة في أن المسيح يقوم أي مصلحة بل بالعكس استمر الرفض للرومان مع كل يوم من أيام السنة واستمر هذا الرفض يزداد ويزداد حتى بعد الإعلان عن قيامة يسوع المسيح وتأسيس الكنيسة وانتشار المؤمنين بدأ ايضا الرفض اليهود للحاكم وللسلطة الرومانية يزداد بعد يوم بعد يوم يعني لو الرومان فكروا في كده يبقى اخيب حاجة فكروا فيها كمان حاجة تانية لما النص الكتاب يقول لنا ايه؟ بيقول لنا فقال لهم بيلاطس لما جم قالوا له عايزين بقى انك تختم القبر ده ومحدش يروح فقال لهم بيلاطس عندكم حراس اذهبوا واضبطوه كما تعلمون وغالبا هؤلاء الحراس كانوا ميكس ما بين حراس البوليس اليهودي والحراس الرومان كويس؟ فمش ممكن أبدًا هيروحوا اليهود و... أو يروحوا الرومان و... و... ويعملوا هذا العمل، ليه؟ لأنه هيد... أمرهم هيفشى وهيعرف والناس هتعرف إنه الرومان هم اللي قالوا هذا الأمر، واليهود هيقدروا يقولوا لا عندنا شاهد واتنين وتلاتة على أن المسيح لم يقم. وانتشار المسيحيه في العالم الغربي هو اكبر دليل على ان المسيح فعلا قام من بين الاموات وان الرومان لم يسرقوا جسده ويخبوه لاجل شيء. ليه؟ لانه المسيحيه كانت بتغزو الغرب وبتغزو كل مكان كان فيه السلطه الرومانيه. كان بسهوله جدا لو الرومان ما زالوا وكانوا كانوا ما زالوا موجودين لحد سنه سبعين ميلاديه في اورشليم ولو لو هم كده ده حتى بولس وبطرس راحوا الى روما وكرزوا في روما وتاسست الكنيسه في روما وبدات الناس تعرف المسيح في روما كان بسهوله جدا القاده الرومان اللي موجودين في اليهوديه الذين اشتركوا في هذا العمل انه يقولوا يا جماعه انتوا بتتبعين أسطورة أو فكرة غلط إحنا اللي خبينا جسد المسيح وتعالوا نوريكم المسيح فين لكن ده ما حصلش الرومان لم يسرقوا جسد المسيح النساء ذهبنا إلى القبر الخطأ اتكلمنا عنها طيب إذا القبر الفارغ التفسير الوحيد لي أن يسوع المسيح قد قام من بين الأموات كما قال يسوع المسيح قام من بين الأموات كما قال كما قال هو شهود العيان كمان دليل آخر زي ما قلت احنا عندنا أكثر من خمسمية وخمستاشر شاهد عيان لظهور المسيح أو يمكن خمسمية وحداشر لو أنا حطيتهم كلهم بالتتابع كما هم موجودين يعني مش عندك واحد ولا اثنين وثلاثه اي شهاده بتقوم او اي حقيقه تقوم على فم شاهدين احنا عندنا اكثر من خمسمائه شاهد لظهور الرب يسوع المسيح شهود فهي ليست هلوسه لان الهلوسه ليست ظاهره جماعيه الهلوسه ظاهره فرديه والشخص اللي بيهلوس بعد فترة بيرجع إلى وعيه ويقول إيه اللي أنا كنت بقوله ده لكن احنا عندنا دول دول كانوا هم البذرة اللي ليهم ظهر يسوع المسيح رأوه كلم معاهم وبخهم مع على عدم إيمانهم تعامل مع شكوكهم رد الذين ابتعدوا وفتروا في ايمانهم وفي محبتهم غير حياتهم وافكارهم وملا قلوبهم بالرجاء وبالامل شهود العيان اي حادث قديم في العالم القديم لو لي الشاهدين بنقول يعني ده محظوظ جدا يعني لو مثلا كتابات لخلينا نكتب عن حياة أرسطو لو في شاهد أو اتنين على حياة أرسطو نقول عمرنا ما نشك أبدا في حياة أرسطو في تعاليم أرسطو في كتابات أرسطو إلى آخره وأنا عايز يعني عايزك تفكر إنه احنا عندنا شهود كثيرين وبراهين وادله كثيره على قيامه المسيح وهجمع بعض هذه الادله واقدمها واحد ورا الثاني لانه ده بياكد لنا ان قيامه المسيح ليست الا حقيقه تاريخيه تمت وهي سبب تغيير التلاميذ وتغيير المؤمنين بل هي ايضا لب وقلب رساله الانجيل والبشاره بيسوع المسيح. من ضمن هذه الادله زي ما قلت قانون الايمان المبكر جدا. قانون الايمان المبكر جدا ان المسيح مات بحسب الكتب وانه دفن وان المسيح قام بحسب الكتب وأنه ظهر قانون الإيمان هذا بيرجع حتى زي ما قلت حضراتكم بعض الكتاب المفسرين حتى الغير محافظين بيقولوا أنه هذه الآية الأيتين دول هما قانون إيمان بيردد ويسلم من شخص إلى آخر من مسؤول إلى آخر في كنيسة المسيح منذ أن بدأت كنيسة المسيح في يوم الخمسين وبعض المفسرين بيحطوا انه هذا القانون الايمان انه يعني تم في شهور بعد القيامه مش فارق سنين ومئات السنين او زي ما يجي البعض يقول لك لا ده يعني ده تم في مجمع نقيه قانون الايمان المسيح مات بحسب الكتب والمسيح قام المسيح دفن والمسيح ظهر ده دليل كبير جداً حاجة ثانية شهادة الرسول بولس وتأكيده انه على وحدة المضمون لما يقول انني تسلمت ما قد قبلته ايضا انني سلمت ما قد قبلته ايضا فبيقول انا والرسل الرسل الموجودين في اورشليم الرسل الذين تسلمت منهم هذا الانجيل ومضمون هذا الانجيل الخبر السار عن يسوع المسيح موته وقيامته انا والرسل بنعلن نفس الرساله مفيش ابدا بينا اختلاف هم ينادون بالمسيح الذي مات ودفن وينادون بالمسيح الذي قام وظهر وانا ايضا اسلم المؤمنين في كورنثوس المسيح الذي مات والمسيح الذي قام سفر اعمال الرسل يؤكد على ان حادثه القيامه هي قلب ولب وعظ الرسل والرساله المسيحيه في كل الوعظات اللي موجوده في سفر اعمال الرسل، سفر اعمال الكنيسه الاولى بنجد ان لب الوعظات التي قدمت هو حقيقه قيامه المسيح من بين الاموات. الاناجيل الاربعه. الاناجيل الاربعه وثائق قديمة تعود إلى القرن الأول الميلادي كتبت عن يسوع المسيح وصدقوني لو هذه الوثائق مجرد بس وثائق تاريخية وبدون أن يأتي إليها الإنسان وأنه دي تابع المسيحيين والمشتابع المسيحيين لو هذه الوثائق تعامل معها أي شخص على أنها وثائق تاريخية هيؤمن أن المسيح مات والمسيح قام أخيرا أقول أنه تلاميذ المسيح شهدوا عن قيامة المسيح، وتلاميذ تلاميذ المسيح أيضا شهدوا على قيامة المسيح. المسيح قام. لكن قبل ما المسيح يقوم من بين الأموات، المسيح مات من أجل خطايانا. والمسيح مات قام من أجل تبريرنا. وعشان كده بنحتفل معا بقيامة المسيح. المسيح قام بالحقيقة قد قام. كل عام وحضراتكم بخير